السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس الدورة البرمجية الخاصة بإنشاء برنامج لإدارة المخازن. في الحصة الماضية إخواني وأخواتي قمنا بإنشاء طبقة الداتا أكسس لاير، وهذا الكلاس داتا أكسس لاير يمكننا من فتح وغلق الاتصال مع قاعدة البيانات، كما يمكننا أيضا من جلب البيانات وإرسالها من وإلى قاعدة البيانات. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نقوم باستغلال داتا أكسس لاير من أجل إنشاء الكلاس الذي يمكننا من عملية الدخول، وطبعا نحن لم ننشئ بعد جدول المستخدمين، لذلك سنقوم بإنشائه الآن إن شاء الله. داخل قاعدة البيانات ندخل، ثم ندخل إلى تيبل وننشئ جدول جديد خاص بالمستخدمين الذين يلجون إلى البرنامج. سنكتفي ببيانات قليلة فقط، عندي اسم المستخدم يعني الاي دي نوعه فارتشار، وعندي الباسورد نوعها أيضا فارتشار، وسأضيف حق آخر وليكن اليوزر تايب يعني نوع المستخدم، هل هو administrator أو سوى ذلك، نوعه أيضا فارتشار. البرايمري كي هو الاي دي، لا يمكنه أن يتكرر، مثل الفيسبوك مثلا، الاي دي لا يمكنه أن يتكرر، الاي دي يعني هو اسم المستخدم، مثل الميسنجر، مثل برامج الشات، الاي دي هو الذي لا يمكن أن يتغير. ثم نعمل سيف للجدول ونسميه table users. دعونا نضيف إليه بعض البيانات التجريبية. open table، عندي اليوزر الأول مثلا اسمه admin، الباسورد AD123، نوعه administrator، اليوزر الثاني لوجن الخاص به هو اليوزر 1، الباسورد هو use345، واليوزر تايب نوعه يوزر عادي يوزر. نكتفي بهذه البيانات. الآن ما الذي سيحصل إخواني وأخواتي في الإجراء المخزن؟ نحن نتعامل عفوا في داتا أكسس لاير نحن نتعامل مع إجراءات مخزنة، سواء في الدالة سلكت داتا أو في البروسيجر في الإجراء execute command، دائما نتعامل مع إجراءات مخزنة، يعني أي وظيفة سنحتاجها فنحن ملزمون لإنشاء الإجراء المخزن الخاص بالتواصل معها. كما قلنا نحن الآن بصدد إنجاز عملية الدخول إلى البرنامج، يعني عملية اللوجين. سنأتي على بركة الله وننشئ الإجراء المخزن الذي يمكننا من عملية اللوجين. لكن ما الذي يحدث؟ أول شيء الذي يحدث هو أننا نرسل قيم الدخول من البرنامج، يعني عندنا فورم يقوم المستخدم بكتابة اسمه وكتابة كلمة المرور الخاصة به، عند الضغط على زر Enter يقوم بإرسال هذه القيم إلى دالة، هذه الدالة بدورها ترسلها إلى الإجراء المخزن، الإجراء المخزن يأخذ هذه القيم القادمة من البرنامج ويقارنها مع القيم الموجودة في تيبل يوزرز، فإذا وجد هنالك توافق قام يعني بالسماح بالدخول، إذا لم يجد هنالك توافق يمنع الدخول. هذا كل ما في الأمر إخواني وأخواتي، ولكي تكون الأمور واضحة سننشئ الإجراء المخزن هو الأول. لإنشاء إجراء مخزن نأتي إلى نيو كويري ونقوم بإنشائه، وأنا أفترض يعني مسبقا أنك أخي المتابع أختي المتابعة على دراية بإنشاء الإجراءات المخزنة، إذا كان الحال على خلاف ذلك فأنا أنصحكم بالعودة إلى الدروس الأخيرة من دورة سي شارب، فقد شرحنا الإجراءات المخزنة بشكل مفصل في الفيديوهات الأخيرة، يعني تطرقنا لعمليات الإضافة والتعديل والحذف باستخدام إجراءات المخزنة، وذكرنا في الدرس الأول الخاص بالإجراءات المخزنة كيفية إنشائها. كما يمكنكم أيضا العودة إلى كتاب الشرح الوافي لتعلم لغة SQL من نبعها الصافي، ففي الفصل الأخير تطرقنا للإجراءات المخزنة بشكل مسهب ومبسط، أنصحكم بالعودة إليه لكي تفهموا كيفية إنشاء الإجراءات المخزنة ولماذا نستخدمها أساسا وما هي أنواع الإجراءات المخزنة. لإنشاء الإجراء المخزن نستخدم syntax create procedure أو create proc مختصرة، ثم نكتب اسم الإجراء المخزن وليكن stored procedure login نسميه SP login، ثم نكتب البارامترات. هذا الإجراء المخزن يستقبل بارامترات قادمة من الفورم، كم يستقبل من بارامتر؟ يستقبل بارامترين وهما الاي دي والباسورد، يعني سنحتاج إلى إنشاء بارامترين. أروباسك اي دي نوعه بارتشار حجمه 50، ثم البارامتر الثاني يعني البارامترات نعلن عنها بالأروباسك في SQL، أروباسك باسورد نوعه أيضا بارتشار حجمه 50، ثم نكتب as ونقوم ب
بكتابة الأوامر التي نريد أن نجريها على هذه البارامترات. يعني ما هي الأوامر التي نريد أن نجريها على هذه البارامترات؟ عندنا عملية واحدة، وهي التحقق من أن هذه البارامترات القادمة توافق إحدى البيانات الموجودة في جدول المستخدمين. يعني توجد أكثر من طريقة، إما أن نستخدم if exists تكتب بi ونكتب select start from جدول المستخدمين where id يساوي id and password يساوي password. إذا كان يوجد نعمل return 1، إذا لم يكن يوجد نعمل return 0. هذه طريقة، لكنها يعني صعبة نوعا ما بالنسبة لمن هو مبتدئ في الإجراءات المخزنة. لذلك سنستخدم أسهل طريقة، وهي استعلام عادي select star، يعني أجلب كل شيء من جدول المستخدمين from table users where id يساوي البارامتر القادم and password يساوي الباسورد القادم. هنا باسورد، وسنكتب كل أمر في سطر بهذا الشكل. يعني ماذا نقول له؟ نقول البيانات القادمة نقوم بمقارنتها، نقوم بجلب كل البيانات التي تساوي البيانات القادمة، وعندي هنا AND وليس OR. لذلك ينبغي أن يتحقق الشرطان معا لكي تكون النتيجة صحيحة. يعني نقول له قم بجلب كل البيانات من جدول المستخدمين ما دام هذا الشرط متحققا. يعني لو نجرب الآن، يعني مثلا قام المستخدم بكتابة مثلا خالد في الاي دي، وفي الباسورد كتب 123، ما الذي سيحدث؟ سيقوم إجراء المخزن باستقبال هذه القيم ويقوم بتنفيذها. ما الذي سيحصل؟ نعمل execute، لاحظ لم يحصل على شيء. يعني ما دام لا توجد بيانات فهذا يعني أن الدخول غير صحيح، لأن هذا المستخدم المسمى خالد والذي يتوفر على كلمة المرور من 1 إلى 3 غير موجود عندي في جدول المستخدمين. لو دخلنا فهو غير موجود، لأننا لم نضيف مستخدم اسمه خالد. لاحظوا لا يوجد عندي خالد، لكنني لو أضفته خالد password 123 نوعه user مثلا. الآن أعمل execute، قام بجلب بيانات، هذا يدل على أن الدخول صحيح. يعني بدل خالد وواحد اثنان ثلاثة نستخدم بارامترات، لأننا لا نعرف القيم التي سيقوم المستخدم بكتابتها. نعمل undo ثم ننفذ الإجراء المخزن لكي يتم إنشاؤه execute. لاحظوا commands completed successfully، تمت الأوامر بنجاح. لمشاهدة الإجراء المخزن نأتي إلى التبويب Programmability، ثم ندخل إلى Stored Procedure ونضغط Right Click ونختار Refresh. هذا هو الإجراء المخزن الذي قمنا بإنشائه الآن. على بركة الله سنقوم بإنشاء وظيفة في البرنامج تقوم بتنفيذ هذا الإجراء المخزن. نعود إلى Visual Studio والمرجو التركيز، بارك الله فيكم. سنغلق Data Access Layer، سننشئ كلاس في البيزنس لاير، وهو الكلاس الذي سيوفر لنا دوال الدخول. رايت كليك على المجلد VL ونختار كلاس ونسميها CLS Login، ثم نقوم بجلب مجلة الأسماء الاعتيادية التي تمكننا من التعامل مع الاسكيل سيرفر ومع البيانات. الآن إخواني وأخواتي سننشئ الدالة التي تنفذ هذا الإجراء المخزن. هذا الإجراء المخزن هل هو يعمل delete أو يعمل insert أو يعمل update؟ هو لا يعمل أي شيء من هذه الأوامر، وبالتالي فهو يعيد لنا، هو select، يعني يقوم بجلب بيانات. يعني ماذا سنحتاج؟ هل سنحتاج إلى إجراء أم إلى دالة؟ هو عندي يعيد البيانات، يعني يعمل select. بالتأكيد سأحتاج إلى دالة، سأعلن عن دالة public وتكون مثلا data table أسميها Login. هذه الدالة ترسل بارامترين إلى الإجراء المخزن، نوعهما string، الأول اسمه id والثاني اسمه password. بعد ذلك علينا إنشاء كائن من الداتا أكسس لاير. الداتا أكسس لاير موجودة داخل مجلد اسمه dal، يعني سنكتب اسم المجلد أولا dal dot لكي نستطيع الدخول إلى class dot data access layer، ولنسميه dal يساوي new data access layer، يعني نقوم بإنشائه واستنساخه في نفس الوقت. الآن قمت بإنشاء كائن من الداتا access layer،
طبعا هو يسطر عليها بالأحمر لأنني لم أعمل ريتورن بعد، لأن هذه دالة نوع هذا داتا تيبل لم تعيد بعد شيء. بعد أن ننشئ الداتا أكسس لاير، ما الذي ينبغي أن نتحقق منه؟ ينبغي أن نتحقق من أن الإجراء المخزن الذي نحن بصدد تنفيذه هل يحتوي على بارامترات أم لا. طبعا الإجراء المخزن الذي نحن بصدد تنفيذه يحتوي على بارامترين، لذلك وجب إنشاء بارامترين. البارامترات كما رأينا في الحصة الخاصة بالداتا أكسس لاير نعلن عنهما بالإسكيل بارامتر. كم عندي من بارامتر؟ عندي اثنان، يعني سأحتاج إلى مصفوفة مكونة من عنصرين نسميها بارام يساوي نيو اسكيل بارامتر مكونة من عنصرين هما الـ ID والـ Password. البارامتر الأول يعني الموجود في الرتبة صفر يساوي نيو اسكيل بارامتر، ما هو اسمه في الإجراء المخزن؟ ما الذي أسميناه؟ أسميناه ID، نقوم بنسخ اسمه، نوعه اسمه ID، نوعه فارتشار، حجمه 50. نكتب اسم البارامتر هنا، ثم نأتي ونكتب اسكيل دي بي تايب يعني نوع هذا الحقل دوت. ستظهر لي كل الأنواع تايم تشين إينيت الفار بيناري، نوعه عندي فارتشار، سأحدد فارتشار، ما هو حجمه يعني إن سايز حجمه 50، ثم نغلق ثم نقطة فاصلة. الآن قمت بالإعلان عن البارامتر، بقي فقط أن أعطيه قيمته. قيمة هذا البارامتر هي ID، يعني سنكتب بارام صفر يعني الأول دوت عفوا دوت فاليو يعني قيمته تساوي ID. بهذه الطريقة قمنا بإنشاء البارامتر وإعطائه قيمته. وطبعا الـ ID والباسورد سيأتيان من الفورم الذي يسمح بعملية الدخول. ينبغي ترتيب المهام، بارك الله فيكم. عندي بارامترين، هذا هو البارامتر الأول. البارامتر الثاني ما هو؟ هو الباسورد. سأنسخ هذين السطرين، بدل صفر هذه المرة سأكتب واحد واحد، هنا بدل ID باسورد. والبارامتر أيضا عندي هنا أسميته باسورد كما كتبته في الإجراء المخزن، كتبته PWD يعني صحيح، نوعه فارتشار، حجمه 50، يعني نفس النوع ونفس الحجم. بعد أن ننشئ البارامتر نأتي ونفتح الاتصال مع قاعدة البيانات. الإجراء الذي يسمح بفتح الاتصال مع إجراء مع قاعدة البيانات أسميناه Open، وهو موجود في الداتا أكسس لاير. يعني سنكتب الأوبجكت DAL.open. الآن قمنا بفتح الاتصال مع قاعدة البيانات عبر استخدام الإجراء Open الموجود في الداتا أكسس لاير. بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أننا في حاجة إلى تنفيذ الإجراء المخزن الذي أسميناه SPLogin. هذا الإجراء المخزن نوعه Select، يعني يقوم بجلب البيانات. بأي طريقة سننفذه؟ هل بالدالة Select Data أم بالإجراء Execute Command؟ طبعا أتحدث عن الوظائف الموجودة في الداتا أكسس لاير. ما هي الدالة؟ هل سننفذه بالدالة Select Data أم بالإجراء Execute Command؟ لكم يعني حرية الجواب. طبعا الاكزكيوت كوموند يمكننا من إجراء الإضافة والتعديل والحذف، بينما السلكت داتا تمكننا من جلب البيانات، يعني هذا هو الخيار الصائب. سنأتي ونكتب سلكت داتا، وطبعا ما هو نوعها؟ نوعها داتا تيبل، يعني تعيد لي البيانات، سأحتاج إلى داتا تيبل. سأنشئ داتا تيبل نسميها DT وأستنسخها نيو داتا تيبل. هذه الداتا تيبل ماذا تساوي؟ تساوي data access layer dot select data، يعني تقوم بجلب البيانات. سأعطيها اسم الإجراء المخزن، لاحظوا string stored procedure، ما هو اسم الإجراء المخزن؟ اسم الإجراء المخزن عندي هو الاسم login، أقوم بنسخه ولصقه تفاديا لكل المشاكل. أعمل فاصلة، عندي بارامتر ثاني ما هو؟ هو بارامترات الإجراء المخزن. عندي بارامترين قمت بإنشائهما وهما موجودان في المصفوفة param، يعني أكتب param ثم نقطة فاصلة. إذا لم يكن يوجد عندي بارامتر استبدل بارام بنول. بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ سأعيد قيمة الداتا تيبل، لأن الداتا تيبل الآن تحتوي على نتيجة الإجراء المخزن. بقي فقط أن أعمل return DT يعني داتا تيبل. الحمد لله، هذا كل ما في الأمر إخواني وأخواتي. سأعيد الشرح بسرعة. قمنا بإنشاء دالة نوعها داتا تيبل لاستقبال نتيجة هذا الإجراء المخزن. هذا الإجراء المخزن نرسل له الـ ID والباسورد ونحصل على نتيجة الاستعلام، يعني الدالة ترسل بيانات الدخول وتحصل على نتيجة
الإجراء المخزن المسمى Stored Procedure Login، ونحفظ نتيجته في الداتا تيبل ونعملها ريتورن لكي نستخدم الدالة Login بعد أن تحتوي على البيانات القادمة من إجراء SP Login. وجبت الانتباه، بارك الله فيكم. أعتقد قد أسهبنا في هذه الحصة، لذلك سأضطر إلى التوقف عند هذا الحد. في الحصة القادمة إن شاء الله سنضيف الفورم الذي يقوم بتنفيذ هذه الدالة، راجين التوفيق والسداد من الله عز وجل. للإشارة فقط، يعني لو استعصى عليكم فهم جزء معين في هذا الدرس أو في درس سابق، فلا تترددوا إخواني وأخواتي في مراسلتي سواء عبر الفيسبوك أو عبر اليوتيوب أو عبر البريد الإلكتروني. ما دمت أتوصل برسائلكم فبإذن الله سأجيب عنها ولن أبخل عليكم بالرد إن شاء الله. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.